أصيلة بحلب أكلات كتيرة اسمها حب بعب، بمعنى البامي بنطبخ مع بقلبها ونحن عم نطبخها محشي القلب، الشوكي الأندينار نطبخ معه بقلبه وقت منطبخه، طبعا بطريقة تحضير معينة، محشي الكوسة، اليبرق تحته قرق، ومن ضمنها مثلا الكماية كمان بقلبها محشي، وكلياتنا بنعرف شو هو المحشي. ودايما المحشي الحلبي مميز، حتى بقلب سوريا بينطبخ المحشي بعدة طرق من ناحية وضع المكونات. في عندك المحشي الدايري، في عندك المحشي الشامي، بيتميز بينحط له مادة العصفر، المحشي الدايري، الخضار. المهم اليوم بدنا نعمل وصفة بسيطة، هي مسقعة الباذنجان باللحمة بقلبها محشي الباذنجان. المحشي بده يكون نوعيته هالباذنجان أو الصغير، هذا المتوفر بالغربة، الأسود. بالنسبة للمسقعة بده يكون كبير، بيكون حلو المذاق، ما فيه حدودية، عندك التيت فيه بياخد العقل. رح نقسمه تقسيم كبير، مرشله رشة ملح ونتركه على جنب مشان ما يغب زيت كتير، بنفس الوقت ما يغمق مثل هون. رح أدهن الصينية زيت وأبخه زيت وراح أحطه بالفرن يتحمر من فوق ومن تحت، نقيه ما يكون مبزر فيه بزر. عندك عدة طرق، ممكن الباذنجان تنسفيه بدهنة أو سمنة وزيت، وبعدين تنسفيه طبعا مع الدهن واللحم، بعدين تطبقي المحشيات. وممكن تقليه بزيت قلي كامل مثل البطاطا، وممكن الطريقة اللي عرضتها. على جنب قلنا الرز بننقعه بماء وملح قبل بليلة، قبل بساعتين، قبل 3 ساعات، ما في مشكلة. بهالطريقة بياخد تمدد للرز، تعقيم، وبنفس الوقت الرز بيطرح النشا تبعه. تشوفي الرز شلون متمددة وياخدي راحته، رح يكون رز مفلفل بياخد العقل. رح بس يخلص رح اقسم لك محشية افرجيكي قلبه، مجرد بس ما في داعي لغسله، هذا كافي اللي عملناه حتى بطبخ الرز وبحشي المحاشي. بهالطريقة نتخلص فقط من الماء بهالشكل. رح نحط ملح معلقة، كل كيلو محشي بحاجة لكاسة رز. بهار حلبي هذا هو 7 مكونات، ومنحط لحمة ناعمة بهالشكل. خلينا نقول كمية مقدار اللحم، معلقتين زيت نباتي بيعطي فلفلة، بدك معلقة سمنة، بدك دهنة، انتي حرة اختاري الدسم اللي بدك اياه. بدي اخلطه بهالطريقة. الرز بهالتمدد ما رح يتكسر نهائي معك. زيت ورح نحطهم بالفرن. طيب صبايا، بدي اعطيكم هيك يمكن معلومة معروفة للبعض، نعرف نحن الباذنجان قاسي وصعب حفره. طبعا عم بمثلك تمثيل، هذا المحشي بصير لمحشي برغل بياخد العقل، كتير طيب جربوه، كتير طيب، لأنه دايما عادة المحشي برغل مو فيه خضار، منحشيه بباتنجان كبير مو صغير. بشيل القمع تبعها، وبهالطريقة صبايا بعملها، ببرمها بهالشكل، بتلاقي لانت، اضغطي بكل قوتك بتلاقيها لانت وفصل القلب عن جدار المحشية، بتلاقي شيلة وحفره كتير سهل. صبايا على جنب، منقلي اللحمة، بس أخدنا هاللون البني، رح نحط ملح
زائد بهار حلبي بهالشكل، وبدنا نحط معلقة سمن عربي مشان يطغى على الطعم، وبدنا هالمعلقة هاي. طبعا ممكن دهنك بتحطيها بالبداية، ومثل ما قلت في كتير بينصفوا قطع الباذنجان مع اللحم والدهن وبعدين بيطبقوا المحشيات. عنا حمص على جنب، رح تنقعيه قبل 24 ساعة، تاني يوم حطي له ربع معلقة كربوناتو لمدة 10 دقائق فقط، بعدين غيري المي عنه بشكل صحيح وسلقيه، حطي مي جديدة وسلقيه، تمام؟ هلا راح احطه بهالشكل واقليه مع اللحم. في صبايا بدك يسالوا مدام دلال ليش الباذنجان مقسمتيه كثير خشن؟ ما بدنا اياه ينعفس ويتخبص، بدنا قوام جميل لانه بده يتعرض للاستواء وللطراوي، مشان قدر الامكان احافظ على القوام الجميل. هلا بدي اخذ جزء بسيط هذا بس، وبدي احمص على جنب اذا متواجد طبعا عندي جود بالموجود شويه صنوبر بدي ازين فيه طبقي بس هالشوي، تمام صبايا؟ ومثل ما قلت لك اذا ما بدك تقلي الباذنجان وما بدك تحمريه بالفرن بتنسفيه، بتحطي القطع وبتغطي الطنجرة وبتهزيها لبين ما يطرى الباذنجان، تاخدي طراوي بعدين بتطبقي المحشي وبتحطي قليل من الماء وبتتابعي عملية الاستواء. في منهم بيحطوا مكعب ماجي، هذا كله ذوق شخصي. انت من البداية انت لو بدك تحفري ما تشيلي هاي، وامسكي وقت بدك تحفري امسكي الباذنجانة او الكوسة بقبضة يدك بهالشكل. هالقمع هاد ان كان للكوسة وان كان للباذنجان بيحميها انه ما تنشق معك، لو جرتي عليها شوي ما بتنشق معك، حتى بالحشي ما تشيليها، بعد ما تحشيها تماما ارفعيها. طيب بعد ما تحشي المحشي وتوصلي الحشوه لتحت، دايما احيانا المحشيه بتكون طويله كتير، واذا حشيتيها بدون ما تدخلي اصبعتك وتعملي هالطريقه هاي لتنزلي الحشوه تحت بيبقى القعر فاضي، مشان هيك اعملي تمليص بهالشكل مشان تنزل الحشوه لجوا. بالنهايه تعملي بهالشكل، تتركي عقده اصبع بس بهالشكل هل مشان الرز يتفلفل وياخذ راحته وما يطلع رز لبرا يخرب لنا شكل المسقعه، مسقعه الباذنجان، تمام؟ هلا بدنا نشوف شلون التشكيل. خلصنا حشيون وكفانا، زاد هالشوي تقدري تحطيها بسلوفاني، عم بيقولوا السلوفان ضار، بتعدي حطيها بشاشيه، انت اختاري المناسب. عادة بتاخد كاسة رز، بس الظاهر كترت شوي لحمة عم زاد هالمقدار بس. طبعا ممكن اللي زادت تعمليها شوربة إذا كان عندك بيبي مع ربع معلقة دبس بندورة، وخلطيها بالخلاط وطعميها من أروع ما يكون، خصوصا إذا عمره 7 شهور، وبتتركيها كما هي إذا كان عمره فوق السنة. شوربة كتير طيبة، لو قليلة رح تكفيكي صحن كتير كبير، اسمها شوربة يعني فيها سائل، بتكون سهلة الهضم والبلع بالنسبة للطفل. جميل وقتنا نقلب الحب بعب، المسقعة الباذنجان بقلبها محشي. بدنا شكل جميل، جمعت جزء طبعا، شوفوا أخذت جزء للزينة من نفس مقدار اللحمة، وحطيت اللحم كله على جنب وتركت هذا بالوسط. هلا بدي اطبق المحشي، يعني الطبخه للعزيمه من اروع ما يكون، وتحضير مسبق
بجنن. بكره ليله جمعه ما راح اطبخ، ادخل على المطبخ. راح اطبق اليوم وبكره راح اطبخ. طبقتهم صبايا بالقاع، هلا بدنا ناخذ هالباذنجانات شويناهم بالفرن وبحطهم بهالشكل. بهالشكل ومنحط لحم لأنه ما بدنا تتخبص أو تتعفس. عم بلاقي مصطلح تفهموا علي بعض الجنسيات، إن كان مغاربة وإن كان أخواتنا المصريات، على راسي طبعا بتشرف بوجودكم. عم بيقولوا لي إنه يا ريت تترجمي بعض المصطلحات. المهم بحط شوي باذنجان وشوي من هاللحمة، وبدي أحط ماء. ما بدي هالباذنجانات يوصلن كتير الماء لينسلقوا كتير، بدي الماء للمحشي يستوي. بدك تقولوا لي مدام شلون بيستوي المحشي إذا ماله حمض؟ دبس بندورة اللي هي طماطم، معجون الطماطم أو حمض ليمون، بسرعة بيستوي، يا دوب ياخد له 3/4 ساعة. هلا بنشوف. طبقت الصبايا بهالشكل. طبعا إذا للعزايم وبكره بدك تطبخيها، بكره بتحطي الماء مقدار نص الطنجرة فقط. من البخار راح تستوي معك كل الطبخة، يمكن تاخذ معك 3/4 ساعة، ممكن ساعة. اتركي دايما محشية فوق مشان تتلمسيها ونستعمل الحواس ونشوف اذا انطبخت المحشي واستوى قشرته. مجرد ما تستوي قشرته معناتها الحشوة استوت. واذا بدك تتركيها لبكرة لا تحطي الماء، بكرة بتحطي الماء ساخن. تركت محشية وحدة صغيرة فوق بس مشان اراقبها اذا استوى. خير صبايا، قلنا تحضير مسبق، اليوم جمعة ما بدنا نشتغل، طبختنا طبقناها قبل بليلة. مثل ما شفتوا عم بسخن مي، بدي احط ماء. طيب صبايا نشوف شو بدنا نحط. مي اللي عملته هون كيلو باذنجان وكيلو محشي، هذا مي. خلينا نشوف كم كاسة. واحدة. حطيت هالصحنين الصغار كبسة بسيطة، هاي اثنين، صبايا خلينا نحط كاستين ونص كافي. شوفوا شنو، كاستين ونص. صبايا راقبنا طبختنا وراح نشوف شو قد بقي من الماء. شي كتير قليل، لسه بدي اتابع طبخة لتنشف هالمي. بدي اياها رطبة ما بدي فيها مي. خلصت طبختنا صبايا، بدنا نقلب المحشيات تحت. هلا بنشوف شلون. خليناها ترتاح على مبدا المقلوبه، ترتاح شي ربع ساعه بس، وراح نقلبها باذن الله ما راح تخيب ان شاء الله. بهدوء، خليها تكون السوائل ناشفه، تكون فقط رطبه المسقعه بهالطريقه صبايا. واصبري عليها. بعد ما تطبخيها اصبري عليها، قلبي الطنجرة، قلبي الطنجرة على الصحن واتركيها تقريبا ربع ساعة، بعدين ارفعي الطنجرة على جنب. قلنا بدنا نترك لحمة شوي وحمص وعأساس نحط صنوبر، للأسف ما جبنا صنوبر، وجود بالموجود.